ما قلت لك أخي اليوم في ناس سألوني عنك. ناس؟ غرب ولا قرب؟ قرب وحبايب كمان. أنا مالي حبايب. يو وسماح بتحبها مو هيك؟ حكت لي كل شي عنك وقديش دايبة بدباديبك، وحكت لي شو سويت بأخوها لما أبو حديد كتب كتابه عليها. يتقبر قلبي شو زلمة. كانت أحلى شي بحياتي، ما كنت أتخيل حياتي بدونها، بس تعرفي إنه هلا ما عم طيق أشوفها. بس هي شو ذنبها أخي؟ أنا بعرف إنه ما لزم، بس أنا مو بإيدي. كل ما أشوفها بتذكر أخوكي نزار الله يرحمه، كيف غريم وهربان لهلا، وأنا سكنت عندي بس لأنها حريمة وضلع قاصر وما لحدا بعد ما هرب هالواطي أخوها. معلش تقبر بتكسب ثواب، خليها هلا عايشة عنا بالبيت وما بتعرف بعدين شو ربك بيكتب. مهونة خالتي. الله يسلمك خالتي. صحيح شو بدي أسألك؟ أم حمدي وين أرضية على علمي؟ يو وشو اللي ذكرك بأم حمدي هلا؟ والله هيك يعني حبيت أعرف. والله يا خطاب أنا كل شي بعرفه بعد ما توك عقلها جوزها أخذها وحطها بالعصفورية. الله لا يبلينا يا رب. آمين. بس الله يجزي الخير لهالأبو حمدي، والله ما قصر مع ابنه. خاطري خالتي. أمان الله. مع السلامة. لك سعدية اختك نبيها وين عم بتروح كل يوم والتاني؟ عم تروح على بيتها يا عمو. على بيتها؟ وشو عم تروح تعمل بالخرابة؟ مع نسوان ابو ماضي ساكنين هوني. شو؟ نسوان ابو ماضي ساكنين هنيك وما بتخبريني ولك سعدية؟ يا عمو انا اخي خطاب هو اللي مسكنهم هوني. ولك تضربي منك لاخوكي خطاب. يا عمو لا تروحي لعندهم وتزعليهم، هلا اخي خطاب يزعل منك. بعد هيك البيت بيت ابونا والناس بيعايرونا. لا انا اعطيني على الباب. طول بالك ست عزيزة، اعملي لي ضيفة وضيوف. اهلي اهلي معه هيك ليلي وليك ليلي حلو ليلي هلعوا امشوا ليك يلا انتوا وياها زفوا زبالتكن. هدول هلا بيطلعوا من هون وعلى هذا البيت ما لهم رجعة. لا بدهم يضلوا هون، وانت اللي بدك تنقل عند البيت. أنا ما عم قلعك بس عم نبهك. ماشي ماشي أنا تركت لك البيت. ماشي ماشي. ما خلصت. ليش عم تحكي مع أخي؟ ليش؟ ما دخلك أنت الثاني. يا الله يا كريم. يا ما عجبك شو عم بصير فينا؟ كله من ورا عمايل ابنك. يا بنتي نحن غلطنا إنه إجينا لعند خطاب، غلطنا. نحن مفتكرين انه حيحطنا على راسه ويدللنا. شلون يعني يا مو بده يدللنا؟ انت نسيانه انه ابنك قتل له اخوه؟ حتى عزيزه مع حق تقلعنا، لين قتل هذا ابنه. معك حق يا بنتي معك حق، الولد غالي حتى لو مات غالي على قلب امه. خالتي سامحيني، خالتي سامحيني سامحيني. اطلع خلي انا لما يطلع خلي
الله يلعن ابو الشيطان. اللعن يا خطاب اللعن. لك يا خالتي هدول ما قالوا بهالدنيا غير الله ولا وين بدهم يروحوا بحالهم لك يا خالتي؟ عندهم بيتهم بالحاره. خطاب انت مالك حاسس بالنار اللي شعلت بقلبي؟ ماتت اخوك نزار كسرت قلبي كسر. خلاص خالتي خلاص، انت استهدي بالله فوتي على اوضتك وانا رح اتصرف. انا ما بخليك غير رضياني انت بمقام امي. برد قلبي يا خطاب، برد قلبي ببوس ايدك. واليوم ابو نازك حيجيب شيخ حارتكم ويكتب كتابه عليكي. ان شاء الله الف مبروك يا بنتي، الف مبروك. الله يبارك فيك يا امي. بس اسمعي سماح، ما حنساوي عرس بنوبها، شنو اخي ماله زمان ميت؟ يا ست نبيها من محبتي لاخوكي خطاب استعد اعيش معه على الحصيره. بتقبري قلبي ان شاء الله، اتكلنا على الله لكان. جابك على البيت اخي؟ شو بدي اقعد عندها بالبيت ساوي لك اختي؟ يو شو هالحكي لك اخي؟ ليله عرسك لازم تكون مع عروستك. عروستي؟ ما عم بقدر لك اختي، ما عم بقدر. بس اقعد معها عم شوف صوره اخوه ابو ماضي بوشي، ما عم بقدر. لا حول ولا قوه الا بالله.